مرحبا. الميسم هو العضو الأنثوي للزهرة وهو موجود بالجزء العلوي لإله. تملك المياسم مواد لاصقة تكمن مهمتها بالتقاط حبات الطلع من العوامل الملقحة مثل النحل وغيرها أو المتناثرة بالهواء، فهي بالتالي المسؤولة عن بدء عملية الإلقاح. نرجع لأخبار طقسنا، فعم يكون حار نسبياً وصحو ومستقر بشكل عام، مترافق مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وعم يبقى سديمة بالمناطق الشرقية والبادية. أما درجات الحرارة فبعدها مكملة بارتفاعها تدريجي حتى عم تصير أعلى من معدلاتها بحوالي 5-6 درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم بتكون متقلبة لجنوبية شرقية خفيفة لمعتدلة السرعة، عم توصل ل 8 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة عم تتراوح بين 35% و65%. البحر عم يكون خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة الماء عم توصل ل 27 درجة. كيف عم يكون الجو بالساعات الجاية بالعاصمة سوريا دمشق؟ رح ننتقل سوا لنشوف. عم يكون صحو مشمس ودرجات الحرارة فيه عم توصل ل 35 درجة. أما كيف عم يكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف مع بعض. عم بيكون بالسويدة صحو مشمس أيضا ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة درعا بين 15-35 درجة، وإذا طقسنا عم بيكون صحو مشمس. بالقنيطرة درجات الحرارة عم تتراوح بين 15-31 درجة، والطقس مكفي صحو مشمس. وبالمنطقة الوسطى بحمص وحما درجات الحرارة عم توصل ل 35 بحمص، وبحما نفس الشيء. أما كيف عم يكون الجو على الساحل بترتوس ولادقيق رح ننتقل سوا لنشوف. غائم جزئيا بشكل عام، ودرجات الحرارة عم تسجل بمدينة لادقيق الدنيا 18 العليا 29، وبلواء اسكندرون درجات الحرارة عم تسجل الدنيا 22 العليا 30 درجة، وطقسنا عم بيكون غائم جزئيا. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب الجو عم بيكون سديمي، وبحلب عم توصل درجات الحرارة ل 36 درجة. أما أخيرا بدير الزور وبالحسكة والراقة بالمنطقة الشرقية عم بيكون جونا أيضا سديمي، ودرجات الحرارة عم توصل ل 36. وبالحسكة نفس الشيء، أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم تتراوح بين 25-37 درجة، وطقسنا مكفي سديمي. هي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرف تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.